السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه يا ازيكم؟ عم، عاملين استنى ايه؟ استنى وحشونا استنى جدا استنى جدا استنى جدا استنى، جدا. ده ايه ايه؟ ده ايه ده ايه؟ انا بقالي 10 تحديات بكسب. انا كيف عامزين يا عم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل. النهارده التحدي جبار خطير، كل واحد 5 ترغيف وحواوشي، ربنا يستر التحدي ده. قاعد جنب عصام الشوالي. لايكات، اشتراكات، تفعيل، اي حاجات كده، وانتوا قاعدين كده تسلوا انتوا كده لا يعني. مش لهم تفعيل الجرس، يلا انا وشير كمان. يلا بقى وشجعوا محمد اللي هيكسب. وحسن اللي هيكسب ان شاء الله. محمد مين؟ انا قلت لي الحواوشي، انا جعان انا جعان. ماشي يلا قولوا لنا بقى، بتحبوا الحواوشي ولا لا؟ بنحب على وفي طحينات الدول اللي بره، سلطات سوريا، العراق، إبسيات. ليبيا، الجزائر، بتسموه ايه عندكم؟ حواوشي. لا بص اصلا شكله نبتدي؟ يلا نقول بسم الله، ندخن، نقول بسم الله. يلا بسم الله محمد الرحمن اللي الرحيم. هيكسب، محمد اللي هيكسب. طب هاخد الطحينة دي هنا. مولع ايه ده ماله؟ طعمه حلو. عقب خطير. الله ينور يا ابو علي، سابقني انت يا عم. مشكلتي في الحاجات اللي لا السخنة دي ما بعرفش ابلعها بسرعة. هو الفنزي خلاص اتعود ان انا ألعب. كان زمان ده في الأول بس. اللحم جواه كتير. أنا مش هتشط. مش هتشط. حراق جدا وكمان سخن لسه عاملهولي دلوقتي. على فكرة الكمية دي صغيرة بس بالنسبة لرمضان كمية كبيرة. إن شاء الله بعد رمضان عشان طيبين هنعمل لكم كمية أكبر من كده. شجعوني. هنشوفك يا حسن. الكباب جه اول ما شافني بقول له اعمل لي 10 حواوشي من الكبير. طلع عارفني اصلا، بيقول لي انت هتعمل عليه تحدي؟ فلا ادي خلاص انا هظبطه له. شكله ظبطه يعني. توصل. يعني بنحكم ما تصعب تصعب. كل مدى الموضوع بيتقل. تحدي جبار. انت عايز تعطلني؟ بعتذر. مش هنشعر. عطشان. بتاع مولع. حرام سنة دي. مولع. أنا بعتذر يا جماعة، مش هعتذر. مش هعتذر، مش هنصحي. عاش يا حسن. عارف بنعتذر، الكاميرا فصلت فجأة غصب عننا واحنا في التحدي، بس هو ما عداش كتير وكانت لسه الكمية زي ما هي هو. يعني الحمد لله تقريبا فصلت في الآخر. يعني حسن كان أصلا لسه بيعتذر، يعني لسه بينسحب. هتنسحب برضه ولا ايه؟ لا مش هنسحب، اصل حرام انت قربت تخلص. يعني ايه مش هنسحب؟ حرام انت قربت تخلص، مش كده؟ هستنى تخلص بس. خلاص يعني تبقى خلصت الكمية. طيب يعني انت مالك بيه؟ انت مكمل يعني انا هتاكل؟ مكمل. هتاكل؟ ماشي هنكمل. ده عشانك على فكرة. طب هات دي بقى مدرسة الكاميرا. اه
يا جماعة بجد الموضوع كبير جدا، 5 رغيف حواوشي في الأيام العادية الموضوع بالنسبة لنا سهل عادي يخلص بسرعة، في رمضان صعب، لسه صغير، في رمضان صعب. انت لسه صغير. أنا بجد خلاص هما جايبين لي الطبق ده كله ليه؟ تعمل ايه مجنون؟ تعمل ايه عطشان مجنون؟ عطشان عطشان عطشان. ما خلاص انا مفيش مكان، وبعدين محمد خلاص قرب انه يصلح حتت صغيرنا يعني، وهخلص بتاعته. فخلاص انا منسحب. عشان بس يعني عشان ما تعبكش يعني، انا غلطان انا غلطان. طب انا مكمل، ما انا بقول لك انا هاخدهم الاثنين اصلا. خلاص انا منسحب ورجعنا تاني كده يا حبيبي. حبيبي يا بابا، ورجعنا اهدى يا بابا، اهدى يا بابا، اهدى يا بابا عشان ما يزعلكش. ايه انا الكسبان، انت اللي هتتعاقب. هو الكسبان اللي بيقول انت مش مشكله مين اللي هيقول انت فرحان ليه، انت هتتمرمط، انت سنتك سودا. يلا تعالى لي بقى هنا كده، قول العقاب بقى النهارده. معلش هيكون شرس، ما هيكون هتعمل ايه مرمطه، يعني انت كلها كواتك شرس. هيكون مرمطه، هتعمل ايه؟ اخيرا هاخد حقي. قول اكتبوا اكتبوا جلع يا محمد. ما حدش كتب ايه ده، انزلوا الجو العكس بيقولوا جدع يا ابو علي. انزلوا اكتبوا بطل يا محمد، والله على افكارك. انت هتنزل في الشارع اه، دي بدايه، بس انا بقى عشان انا اخوك الكبير فانا عندي شويه رأفه ورحمه. اه هنزلك بلبسك. ماشي، شوف انا كتر جدع خيرك كتر خيرك. انا جدع اه والله، بلبسك ده راجل نظيف محترم. اه هتسيب المحفظه هنا. ماشي، بس هسيب لك الكارنيه بتاع الجامعه، لا تتاخد تحري. ماشي ماشي ماشي، هتاخد كارنيه الجامعه في جيبك، وهتوقف اي حد ماشي اه، وتقول له انا محفظتي اتسرقت. ماشي، هشحت. اه لا ده لسه لسه ما كسب العظمه. لا احنا لسه ما جيناش على لا يا ابني اسمع، سيبني في وشك اتكلم بدل ما تيجي على الراجل. هتسيب المحفظه وكارنيه؟ لا لا لا، اكتبوا له اه. لا بص انا لسه ما قلتش العقاب. هو ده مش عقاب؟ لا لسه. ماشي اشجيلي. انت هتنزل وهتقول له هات فلوس عشان انا مزنوق، والفلوس وقعت مني ومن ساعه من قبل الفطار وانا مش عارف اروح، وعمال طلبت من ناس كتير ومحدش راضي يساعدني. ما ادكش تسيبه وتجيب غيره، لازم انت تجيب لي 2 3 يدوك فلوس. حلو، طب وبعد ما يدوك فلوس اسمعني بقى، اسمعني بقى، لو ما هتجيب ديك العقاب التاني انا مستحلف لك. طب اداك فلوس هتعمل ايه؟ الحمد لله بارك الله في رزقك، حطهم في جيبي وامشي. لا تقول له مش هيكف، وانا اقعد على قهوه اشرب بيهم كوبايه شاي دول، ولا اعمل ايه؟ يعني هو الراجل يتكرم ويديني فلوس، بيعمل خير وبيساعدنا، يعني ايه ده؟ ما انت لازم تتضرب، انت عايز تتضرب وخلاص. انت دلوقتي هيطلع مثلا جنيه 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه، انت ورزقك بقى. اه قول له لا خليهم علشانك، ده انا اشرب بيهم نسكافيه دول ولا اجيبهم مع شحات وتلك. ماشي، شحات وتلك. ولو العقاب ما عجبنيش عارف اعمل ايه؟ فهمت ايه؟ هلبسك شحات وهمسكك بخوف. طب انا لو ضربت اعمل ايه؟ اتعاقبت خلاص، انا هنبسط. انت كده مبسوط؟ اه. ولازم تبقى رزل. ينفع اللي بيعمله ويا إيه؟ عم رأفة مني انا هكون بصورك، ولو لقيت في اكتر من قلمين ثلاثة هتدخل. اكتر من قلمين ثلاثة؟ يعني انت هتستنى يبقى في قلمين ثلاثة وتتدخل، مش من بداية الزعيق تتدخل. اخوك بقى وشفت، عشان تعرف انا حنين قد ايه. يلا اعتمد اعتمد. يا رب العقاب ده يعجبكم، ما تزعلش لأي حاجة أعملها، خليكم شاهدين. أنت أبو، أنت أبو، اكتبوا برضو دي، أنت أبو، أنت أبو، خليكم شاهدين. هتعمل عشان إيه؟ لما أعمل فيه عقاب أخليه بس يرقص في الشارع، محدش يقول لي أنت شرس ولا قدامكم خليكم شاهدين. لو العقاب ما عجبنيش وما تنفذش بنفس الطريقة اللي أنا قلتها، ما تزعلش مني لما أقطع لك هدومك وأنزلك بيها.
انا مش ناسي لك، مش طب ناسي لك، يلا يلا مش نروح. ناسي لك عقاب المجنون، بس انا مش سبحان الله، قلب حنين، قلب قلب رقيق، يديك الفلوس تقول له ايه؟ اقول له لا شكرا خليهم عشانك، انا عايز مثلا ايه 20 جنيه 30 جنيه لا ما تحددش فلوس، افرض اداك، انا مش عايزه يديك، انت استفزه. مصلحه، عملت قول له مصلحه دول، اكبر. قول له دول خليهم علشانك، انا راجل شحات قد الدنيا. لا ابتدي يلا على وضعي، تعال نشوف العقاب. قول لحضرتك لو سمحت، اخو بقى حضرتك دي يا باشا، انا اسمي حسن في معهد زوزر اللي هنا لو تعرفه، ده الكارنيه بتاعي، فكنت كان عندي امتحان النهارده، الفلوس في المحفظه كلها ضاعت مني، لو حضرتك تساعدني، انا ساكن في المرج. معلش انا، معلش انا. طب هو، طب بص ال 2 جنيه يعني، لا شوف انت كم واحد كده، انت عايز ترجع المرج يعني ولا عايز تعمل ايه؟ انا عايز لو يعني لو حضرتك ممكن تاخد الكارنيه بتاعي وابقى ارجعهم لك يعني. بس 2 جنيه ده ما عدنيش على القهوه اصلا. معلش حاضر، بس اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ طب اقول لحضرتك حاجه، بص اقول لحضرتك حاجه والله، طب ثانيه واحده بس اقول لحضرتك حاجه يا عم، قدامي اقول لحضرتك حاجه، حرام من اقول لحضرتك حاجه، صاحبي معاك تاني وبتاع وكده معاك، بس انا اسف انت دخلت دخله بلاش لازمه، اللون ده اقول لحضرتك حاجه، صورني اقول لحضرتك حاجه، احنا كنار ولا كلام ده، ازيك بس الاول، بص انا اسمي حسن، طالب في معهد زوزر هنا لو تعرفه، ده الكارنيه بتاعي، كان عندي امتحان النهارده، الفلوس ضاعت مني، لو تقدر تساعدني ممكن تخلي مثلا الكارنيه معايا فارجعهم لك. معلش خلاص انا اسف اني وقفتك، معطلتك معلش. السلام عليكم، بقول لك يا صاحبي بعد اذنك، ازيك بس الاول؟ انا طالب جماعة زوزر هنا لو تعرفوا، ده الكارنيه بتاعي تمام؟ كنت كان عندي امتحان النهارده فالفلوس وقعت مني يعني وكده، لو تعرف تساعدني ممكن تخلي الكارنيه بتاعك معاك مثلا ارجعهم لك، هو الكارنيه عليه اسمي اهو والصوره طبعا بتاعتي. اللي هو ساعدني بس ان انا اروح وبعد كده ممكن ارجعهم لك، ممكن تكلمني معاك والبطاقه هي برضه. مش كان انا واقف من الصبح الناس كلها بتعمل كده، انا قاعد في المرج، المشكله انا واخدها ماشي من عند المعهد لحد هنا، بس الناس كلها بتقول نفس الكلام ده. شكرا، معلش معلش انا عطلتك، ولا يهمك ولا يهمك، شكرا. مش عارف اقول لك ايه. طب طب يا 5 جنيه هتروحني ازاي؟ تروحها ما مش هتروحني، ده انا قعدت على القهوه مش هشرب بيها كوبايه شاي. شوف لي 5 كمان، طيب 5 كمان هو اللي هيروحني. طيب بص، احنا قناه على اليوتيوب اسمها حوارات، معانا كاميرا بتصور هناك اهو، بص في الشفاه واخدت بالك منها، قناه على اليوتيوب اسمها حوارات، انا بشكرك على جدعنتك، احنا بنعمل الفيديو دوت بنشوف الناس اللي معانا في الشارع هتعمل ايه. طبعا ال 5 جنيه بتاعتك انا مش عارف، طبعا انا عايزك تبص للكاميرا هنا، عايزك شكلك يطلع، انت شايفها الاول؟ ايوه اللي في اهو اللي في ورا الازاز هناك ده، تمام؟ امسك بس 5 جنيه بتاعتك الاول بدل ما بفكر ان انا خدتها منك. انا مش عارف اقول لك ايه، انا بشكرك، نفسي كل الناس تبقى زيك كده، وطبعا بشكرك اكيد لو كنت تقدر تساعدني كنت هتساعدني.
يعني مش عارف اقول لكم ايه، شكرا جدا لحضرتك وليك انت كمان، شكرا. وطبعا حسن جاي من بره بسم الله ما شاء الله، وشه رادد كده والفلوس باينه عليه كده. ايه كان ايه رايك بامانه؟ انا استغربت الناس في الشارع. بس انا على فكره بصراحه اكتر حد عجبني هو الطفل الصغير ده. بجد انا بجد كنت يعني اكتر جداً حاجه جداً. اكتر حاجه اثرت فيا ان الولد بعد ما مشي، يعني انا بصراحه اكتر ما انا انبسطت في الموضوع ده ان انا كنت بعاقب حسن، انا اتعلمت حاجه. الولد انب نفسه، الولد بعد ما مشي، انب نفسه. رجع تاني اداك الفلوس وهو واقف مع اخوه او صاحبه ايا كان اللي كان معاه، ويعني مع انه صغير في السن، بس بجد بجد انا بشكر والده وبشكر والدته على التربيه اللي ربها له ديت. اتمنى يشوفوا الفيديو بجد والله، واتمنى ان كل شبابنا وكل اولادنا تكون بنفس الاخلاق العاليه ديت. الولد بجد اثر فيا، وانا من بعد ما شفت هذا الموقف انا اي حد هلاقي محتاج اي حاجه لا يمكن اتخلى عنه، لان انا حسيت احساس غريب قوي لما شفت الاحساس ده خارج من الطفل ده. الولد اثر فيا جامد لما مشي ورجع. انا تخيلت انت عارف هو انت عارف لو كان طلع واداك من الاول من البدايه كانت ممكن تبقى عادي. هو كان انما انا كده. حسيت ان الولد يعني زي ما تقول كانت اخر حاجه في جيبه 5 جنيه تقريبا اللي كان بيديها لك، كان بيعمل كده. يعني هو لما كان واقف في البدايه كان بيحط ايده في جيب اللي هو متردد، هي تقريبا طفل صغير ممكن تكون مش معاه غير الخمسة جنيه دي، وبعد ما مشي رجع وابص لقيته مش قادر، لا حاسس ان ده في ورطه ومحتاج مساعده، فاصر ان يقف جنبك. بس كان احساسه ايه كده لما بتقول له لا هات حق؟ انت كنت بتقول له هات واحده كمان؟ انا بقول له الخمسة جنيه دي ما تكفيش يعني. قال لك ايه؟ ده انا لو قعدت على القهوه كان ايه رد فعله؟ هو ضحك. طب انت عايز تطلع القهوه ولا عايز تمشي ولا عايز تعمل ايه يا عم؟ ايه الشحن ده؟ يا رب يكون العقاب عجبكم. بس انا عايز اقول حاجه، انا بالنسبه لي على قد ما ده كان عقاب صعب جدا، بس انا اتبسطت بيه، اتبسطت ان انا اتقابلت مع الناس ديت. يعني اتمنى كل اللي قابلوني وشافوني وما حاولوش ان هم يساعدوا، ان هم في المواقف زي دي لما تلاقي واحد مثلا شكله محترم كويس مش شحات بجد ساعده، حاول تساعده. هو اصل ربنا صعب، ربنا سبحانه وتعالى قال لك واما السائل فاما السائل فلا تنهر. نعم بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عليه الصلاه والسلام إيه، لو اتاكم رجل يسالك وهو على مهره، فاهمني؟ يعني لو جه لك وهو على الفرسه بتاعته ما تردوش، اعطيه ما سالته. يعني لو جاي لك واحد راكب فرسه وبيسالك في تساعده بحاجه ما تردوش، ساعده. فانت ما تبصش للمظهر اللي قدامك. ويا رب يكون العقاب عجبكم، واتمنى يا رب تكتبوا لنا ايه رايكم في العقاب دوت، وايه رايكم في ان احنا ننفذ عقاباتنا كلها في الشارع بالمنظر ده، ونشوف رايكم ان شاء الله في الفيديو. سوشيال لايك، تنسوش اللايك والاشتراك، وشجعونا. احنا بنحاول نغير من نفسنا ونحاول نبدع ونحاول نفكر بناء على تشجيعكم انتم. وبالنسبه لي عقاب النهارده ده كان رساله، اتمنى من كل واحد بيشوفنا دلوقتي وشاف العقاب، اتمنى ان هو يعمل شير للفيديو ده. عايزين الرساله دي توصل لكل الناس، عايزين كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي واللي لسه هيشوفونا يستفادوا منها. شكرا جدا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. سلام. مع السلامه.